اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من يلا نتفاهم. في بدايه حلقتنا بيسعدني ارحب معانا في البرنامج بالمهندس الفريد سدراك. مهندس الفريد مش بس خادم كلمه من الخدام الامناء اللي بيفصلوا كلمه الله باستقامه، لكن ليه كمان خبره طويله في خدمه المشوره على مدى 40 سنه. ده كان من خلال اجتماعات روحيه وخدمات فرديه ومتابعه للمتزوجين، وكمان خدمه على مدى اكتر من 15 سنه في برامج مسيحية فضائية بتتناول مشاكل الأسرة المختلفة. وكان دايما التناول في البرامج دي محايد مش لحساب طرف واحد، وكمان بيتناول الموضوع بعمق من زوايا متعددة روحية ونفسية وعملية. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا بيك يا يوسف. أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين، بنرحب بوجود حضرتك معنا النهاردة يا باشمهندس. شكرا يا سامي. متوقعين كالعادة كده أن النهاردة الحلقة تكون مليانة بحلول روحية وعملية تريح الأزواج. بركة صلواتك وصلوات القديسين. الحقيقة أن المشكلة اللي وصلت لفريق الخدمة مشكلة صعبة جدا، وعشان كده طلبنا من المهندس ألفريد أن يكون معنا النهاردة ويقدم لنا كالعادة حلول بتريح الطرفين. المشكلة اللي وصلت لنا كانت من زوجة بتقول إحنا قرايب وارتبطنا عن حب والمدة طويلة قبل الجواز، طبيعة شغله صعبة شوية، كل كلامه أوامر، وابتدت لهجته بعد الجواز تبقى جافة بزيادة، مفيش كلمة بحنية، كل ردوده فيها قساوة. هو الحقيقة موافي كل طلبات البيت لكن كلامه واقف كده. قلت له كذا مرة هو ليه مفيش كلمة حلوة، لكن ما كانش فيه تجاوب. المصيبة ابتدت لما كنت بحكي مع صاحبتي في الشغل عن جوزي وطريقة كلامه، لقيتها راحت مدخلة زميل لينا في الشركة وقالت لي ده بصفته راجل ويقدر يساعدني. معرفش ازاي ابتديت احكي معاه وانا مقهورة والكلام ده اتكرر اكتر من مرة. كان حنين قوي ولطيف في كلامه، وابتديت اتعلق بيه من غير ما اخد بالي وافكر فيه، اعجب بحنيته واحتوائه ليا. وفي يوم بعت لي على الواتساب انه بيحبني وما يقدرش يعيش من غيري رغم انه متجوز، وده كان بمثابة ألم على وشي. فرحت في الاول بعدين اتخضيت. انا انسانه محترمه وعمري ما دخلت في علاقه حتى قبل الجواز. شعرت اني اتزحلقت وقعت من رابع دور، ما بقتش عارفه اعمل ايه. ما ردتش عليه وقررت اوقف العلاقه باي ثمن. انا بحب جوزي واولادي وجوزي بيحبني، ازاي نزلت كده؟ كنت مش عارفه اروح الشغل ولا اعمل ايه، مش عايزه اقابله، جوايا صراع وعايزه مساعده لان بيتي ممكن ينهار، ولو جوزي شعر بأي حاجة أنا مرعوبة وخايفة من بكرة أعمل إيه؟ لو تسمحوا لي أعزائي المشاهدين إن أتبنى وجهة نظر الأزواج اللي ممكن يكونوا في الموقف ده وأتكلم بنيابة عنه. وأنا كمان أستأذنكم إني هتبنى وجهة نظر الزوجة وأتكلم بلسانها. باش مهندس، زي ما حضرتك سمعت المشكلة، الزوجة خايفة وحيرانة ومش عارفة تعمل إيه، نقدر نساعدها؟ نقدر، بس احنا دايما بنمشي بمبدأ الوقاية خير من العلاج. فقبل ما نخوض في تفاصيل المشكلة ببعت رسالة للمقبلين على الزواج، ادي حالة الزوجة ممكن بيتها يتدمر بسبب ان الزوج مش بيقدم الكلمة اللي هي مستنياها، بس في ملحوظة الكلام ده كان واضح قبل ما تتجوز وقالت كده بنفسها. ايوه، بس ممكن جدا تكون فاهمة انه بعد الجواز الناس بتتغير. حقيقة الأمر في الموضوع يعني معلش أنا مضطر أقطعك، يعني مش ممكن أبدا يعني تحت أي وضع إن ست تكون يعني متجوزة، وكفاية أقول إنها متجوزة وعندها أولاد زي ما قالت كده هوت، وعلشان زوجها مش بيقول كلمتين حلوين تدخل في علاقة. يعني هي ما دخلتش في علاقة، لا دخلت في علاقة عاطفية زي ما بنقول، علاقة عاطفية مع زميل ليها. هو ما كان متجوز وهي كانت متجوزة وما كانتش ناوية تخش في علاقة. خلينا طب نسمع رأي الباشمهندس. أنا عايز برضو قبل ما أخش في المشكلة أأكد للسادة المشاهدين أن الزوجة أحيانا بتقول زي ما أنت قلتي هي ممكن يتغير وممكن هي تشكله، الكلام ده نادرا ما بيحصل، بل على عكس بعد الزواج طاقة الحب بتقل شوية وانفعال الزواج انفعال الخطوبة وبالزواج في أوله بيخف شوية. والكتاب المقدس بيقول الآية اللي هقولها دلوقتي، لأنه كيف تعلمين أيتها المرأة هل تخلصين الرجل
أو كيف تعلم أيها الرجل هل تخلص المرأة؟ تخلص مش بس الخلاص الأبدي، تخلصوا من طباع، تخلصوا من أساليب، تخلصوا من ظروف. فما نبنيش جوازنا إن إحنا بعد الجواز هنغير وبعدين نقع في مشاكل زي كده. لو من الأول النقطة دي بالنسبة للزوجة نقطة فارقة، مش ضروري نبني بيتنا ويكون ناقص له رجل، مش كده ولا إيه؟ إحنا كمان كآباء وأمهات ناخد بالنا إن أولادنا ما يتقدم ليهم حد. طب أنتي اكتبي يا بنتي أولوياتك، مش يلا ده كويس ومش عارف، طب النقطة دي هل يمكن التغاضي عنها؟ آه ماما ممكن أغيره. يا بنتي ما تحطيش الاحتمال ده، نحط الاحتمال إنه مش هيتغير ونبني بيتنا بناء صحيح، لأن ده اللي بيستمر معانا. فدي يعني نقطة في الأول أنا يعني أنت بس قصد حضرتك مثلا إنه لو الزوجة بتحب إنها دايما إنها تسمع مثلا كلام كويس وكلام مشاعر، والراجل اللي تقدم لها ده ما عندوش الإمكانيات ده، هي فدي هتبقى مشكلة من الأول كده، نبقى ناخد بالنا. صحيح، هو كل ست في الدنيا تتمنى ان جوزها يقول لها كلام حلو، بس كل انسانه بيبقى لها اولويات، لان ما فيش واحده هتلاقي واحد عنده كل اللي بتتمناه، مش صح، كده؟ لو انا فتاه وبنت صغيره والنقطه دي كبيره في عينيا قوي ومش لاقيها في الشخص المتقدم ليا، مش شرط ان انا ارتبط وابقى بانيه بيتي معوج من الاول. يعني هي حاجه يحتاجها جميع السيدات، بس تختلف اولويات احتياج كل واحده التانيه. واحدة تقول انا يهمني انه حنان بس ما يتكلمش، يعني يا ريت يتكلم بس حنيته في التعامل تكفيه. واحدة تقول الكلمة الحلوة بالنسبة لي أهم حاجة. واحدة تقول لا، إن كون إن هو يبقى راجل ويعتمد عليه دي نمرة واحد. عشان كده دي بتختار فلان وده بيختار فلانة، مش كده ولا إيه؟ صح. لو أنا بنتي مش مكاتبة أو يعني لازم تكتب هي إيه اللي بتتمناه وبعدين تحطه في أولوية. يعني فين واحد؟ فين اتنين؟ فين تلاتة؟ فين أربعة؟ الشخص المتقدم على الاقل الاربع خمس نقط الاولين يكون موفيين، والباقيين لو واحده او واحده لا البيت يمشي. لكن لكن ما ما فيش امل يتغير. ما احنا بس عشان نقول صراحه هنقدم حلول ونساعد، بس العادي ان التغيير بيبقى قليل. ليه؟ لان كمان في الخطوبه احيانا بيبقى في شويه عواطف، في مشاعر، وانت عارفين بعد الجواز احيانا الدنيا بتهدى بتخبط. طبعا. وبعدين هي بتقول طبيعه شغله صعبه، يعني مش بس كده، وبعدين تعرفه من وقت طويل دول قرايب. طب هل ما لاحظتيش كل ده؟ هي أكيد لاحظت، بس كتير من السيدات أو البنات قبل الجواز بيتخيلوا إنه بعد الجواز الدنيا بتتغير بقى والاستقرار بيبتدي، فأنا هعرف أغيره. يعني دي مش حقيقة، وخاصة في زي بقول في النقط اللي فيها التعبير والكلام والحب والطاقة، لأن بعد الزواج الراجل بيعتبر إن محبتي لمراتي وولادي إن أنا أكفي بيتي وأجيب استلزامات الحياة وكل طلباتهم هو ده الحب عندي. ده بشكل عام يعني. صحيح إحنا بنبعت رسالة للأزواج نقول له لا، قدم الكلمة الحلوة مش هيجرى حاجة، وهنقدم للزوج هنا وأي زوج يحتاج للنقطة دي نقدم له بعض الحلول، بس أرجوكم إحنا كأمهات وآباء أو كبنات بلاش يكون في نقط أساسية بالنسبة لي ما أقدرش أعيش من غيرها، ويكون الطرف التاني مش موفيها، ومع ذلك أبني بيت في رجلين مكسورين من الأول. فدي نقطة بس نفسي يعني على نعبر فكرة عنها. دي نقطة يعني مهمة جدا، يمكن كتير من الشباب بيعملوا الورقة دي ويحطوا الأولويات واحد اتنين تلاتة، رغم إن دي هتسهل كتير جدا في الاختيار وفي القرار وفي الحاجات دي كلها. ده البعض مبيبقاش عارف هو عاوز ايه، يقول دي كويسه يا ودي انكل. مشكلة أكبر. يا حبيبي قبل ما تتقدم لاي بنت اكتب طلباتك ايه، ومن غير ما يكون في شخص بيأثر عليك. يا بنتي انت دلوقتي مقبله على الزواج، قبل ما يتقدم حد اكتبي ايه طلباتك، ولازم المرشد او المرشده تقعد جنبها. طب لو دي موجوده ودي موجوده، طب دي مش موجوده، لا دي اهم، وروح عاملين ايه اولويات ونعدلها، لان برضو الاولاد دي بتتغير بعد شويه، متخرجه يبقى لها اولويات، بعد سنتين شغل بيبقى لها اولويات تاني، والولد كده. خلاص انا حددت طلباتي، حد هيتقدم مطابق، مش فكره عجبني وعجبته، يعني العاطفه تركن شويه. المفروض تتعمل كمان قبل ما حد يتقدم، اه ما يعني من طبعا الاول خالص، وتقعد مع المرشد او المرشده او اب الاعتراف ويحطوا الحاجات ده هي ويتفقوا مع بعض. بالظبط. والنهارده في اغلب الكنايس في ناس متخصصه في المشوره بتاعت الازواج، تمام. ما نقدرش نحمل ابونا بكل حاجه برضو، عشان احنا الاباء الاعتراف بيبقوا محملين، في ناس متخصصين في المشوره، ونحط القايمه دي بدري بدري، وزي ما بقول بتتغير.
من خلال الخبرة بتتغير مع التغيرات والاحتكاك وشفت ناس طيب. يعني بتتراجع من وقت للتاني كمان، بتتراجع وبتتغير يعني في مثلا وانا لسه طالبة بفكر بطريقة، اول ما اتخرجت بفكر بطريقة، بعد سنة سنتين شغل بفكر بطريقة تالتة، لاني احتكيت بناس غير بقى عيلتي وبابا وماما وقرايبي وشفت المميزات والعيوب دي ركبة في ناس، قلت لا انا مثلا نقطة ان يكون هادي ومش عصبي دي بالنسبة لي اهم حاجة. انا ابويا كان هادي جدا، ماما هادية جدا، عمرنا ما زعقنا في البيت. هتوتر لو كان عصبي. بالظبط، ما كنتش حطها بقى ولا اخد بالي منها. رحت معليها خلنا نمرة اتنين، لا عصبي ما ينفعنيش وهكذا. طيب ندخل بقى في الموضوع بتاعنا ونرجع للمشكلة بتاعتنا. اتفضلي. هنقدر نساعدها هنعمل ايه؟ انا شايفة انه الزوجة يعني وقعت غصب عنها، الدنيا ما كانتش مخططة لها، دي حاجة وما عملتش حاجة غلط. لا بس يعني انا يعني صعبة جدا انه طب هي تحكي ليه لراجل غريب، وحتى تحكي ليه اصلا المشكلة بتاعتها لزميلتها في الشغل، أسرار البيوت ورأي في جوزي هي كانت متضايقة، هي كانت متضايقة وبتاخد رأي زميلة ليها أكبر منها ممكن تنصحها، فدخل حد زميل أصل ليهم. الشغل ما بيبقاش فيه كل الناس يعني مثلا من نفس النوعية بتاعتنا ونفس اهتماماتنا، يعني لو عايزة تفضفض لحد صح روح لحد بتاع مشورة باعتراف، لكن افضفض لزميله في الشغل تروح جايبه لي زميل في الشغل معاه هيتكلم معايا واروح اتكلم معاه، ايه اللي جرى يعني؟ ما جراش حاجه، ما هو عادي ان يكون في مكالمه، يكون في ليا زميل، احنا في شغل والدنيا اتطورت دلوقتي وما جراش حاجه يعني لما كلمت حد. انا بصراحه يعني مش حاسس انه عادي يا باشمهندس، ايه رايك؟ طيب خليني اسالك سؤال، انت بتقولي عادي، طيب انا بقول ما جراش حاجه يعني. طيب خليني اقرا لك بعض الكلام واقول لك سؤال. هي بتقول ما اعرفش ازاي ابتديت احكي وانا مقهوره، يعني بتكلم شخص مش جوزها وبتحكي له انها مقهوره، والكلام ده اتكرر مره ورا مره، كان حنين قوي ولطيف في كلامه وابتديت اتعلق بيه من غير ما اخد بال وافكر فيه واعجب بحنيته واحتوائه ليا. هل لو حضرتك جوزك بيعمل كده مع زميلة في العمل، بيشتكي منك انك انت مقصرة، مش بتلبسي كويس، مش واخدة بالك من نفسك، وبيحكي لها هو مقهور من حضرتك وابتدت تحتويه بحنيتها، انا بتنرفز جدا من احتواء ليا دي يعني. انت بس رأيك ايه؟ هو طبعا انا شايفة انه هو ما ينفعش يعمل كده، بس انا ما كانش في حاجة، انا هتكلم بلسان الزوجة، ما كانش في حاجة في دماغي ولا في دماغه، انا متجوزة وهو متجوز، فيعني فضفضة وفكرة ان انا مقهورة، ما انا في حاجة ناقصاني وتعبانة فعايزة اتكلم فيها. طيب يبقى اذا جوزك ممكن يفضفض مع واحدة متجوزة، لكن لو واحدة سنجل لا. لا ما يفضفضش مع حد. طب امال ايه بس؟ بس الكلام نفسه لو انت، طب يعني ايه اللي بيظبط الواحد عشان يعرف الصح والغلط؟ لازم يقلب الصورة. مش هي حقوق والتزامات متبادلة ولا ايه؟ هي. فعشان اعرف انا صح ولا غلط بقلب الصورة. يعني لو جوزك مثلا اتعلق بواحدة متجوزة وهو متجوز وبعدين ابتدى يفكر فيها ويعجب بحنيتها واحتوائها ليه، هل ده بالنسبة لك عادي؟ مفيش مشكلة؟ لا أكيد مش عادي، بس هي الزوجة ما كانتش تقصد. أيوة حتى لو جوزك ما يقصدش وعمل كل ده ماشي؟ لا مش ماشي. عشان كده لازم من الأول ناخد بالنا إن في حاجات أنا أحيانا بحطها ببساطة لنفسي وبقولها وأقول ما أقصدش، فلازم اسال نفسي طب لو الطرف الثاني عمل كده وما يقصدش، هل انا كزوجه هبقى مبسوطه وفرحانه وموافقه على كده ولا برفض كده؟ لا برفض كده. طب اذا اللي ارفضه عن زوجي لازم ارفضه عن نفسي. ما هي زوجه بتقول انها ما دريتش بده غير لما هو ابتدى يبعت لها ويقول لها، بس هي وقفت العلاقه على طول. طب انا عايز اسالك كامراه، لما واحده تقول ابتديت اتعلق بيه حتى لو قالت من غير ما اخد بالي، هي مشاعرها دي مثلا محطوطة في التلاجة أو مثلا في علبة؟ يعني هل امرأة تتعلق بواحد وتقول ما خدتش بالي؟ مش هقدر أنكر إن هي غلطت، بس في أسباب للغلط، ما هو السبب؟
انا مش بكلم على الوقت مين السبب، بس احنا بنتفق ان ده شيء مناسب ولا مش مناسب. مش مناسب. لما تقول افكر فيه يبقى ده هو مش موجود وهي كان بتفكر فيه، يعني ده مش بيتكلموا، يعني بتفكر في الكلام. لا هي قالت افكر فيه واعجب بحنيته واحتوائه ليا، كل ده وهي مش حاسه ان في حاجه غريبه. يعني واضح ده بتتزحلق ودخلت في سكه بقى مش كويسه خالص يعني. يعني خلينا نتكلم كلام مظبوط، ما فيش ست يعني طبعا واضح انها مش طفله صغيره، مش 15 سنه ولا 20 سنه، متجوزين وبتقول عندي ولاد، يعني مش ممكن تكون سنها مثلا اقل من 30 سنه او في الحدود دي او 25 سنه، يعني ست ناضجه مسؤول عن بيتها، مسؤول عن تصرفاتها، وتقول افكر فيه واعجب بحنيته واحتوائه ليا. احتوائه ليا، طب ايه؟ باشمهندس ما تقعدش يعني تكرر كصديق. الكلمه دي علي كصديق الكلمه دي بصراحه يعني مضايقاني يعني، لكن هي ما فكرتش افكار غلط يعني. طب وبعدين يقول لها انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك، ترد تقول ايه؟ فرحت في الاول وبعدين اتخضيت. طب فرحت بايه؟ اي حد واي سيده لما بينقل لها كلمه حلوه بتفرح، وخصوصا انها كانت عطشانه للكلمه الحلوه بس اتخض. يعني هو عدم وجود الكلمه الحلوه مبرر ان الست المتجوزه تروح تعمل علاقه مع حد تاني؟ هو مش لازم يكون ده مبرر، لكن هو ليه ما يقولهاش كلام حلو؟ هو ليه وخصوصا انها لفتت نظره وقالت له انا محتاجه الكلمه الحلوه؟ يعني هو الكلام الحلو ده هو يعني اللي هيثبت العلاقه من غيره نروح نشوف حد تاني؟ صعب. هي ما شافتش حد تاني، هي وقفت العلاقه اول ما حست. بس هل تفتكر ان طول الوقت ده اتكلم مرات ومرات وما حسيتش بحاجه يعني؟ هي قالت انها اتزحلقت من غير ما تحس. يعني كلمه من غير ما تحس دي انا مع احترامي يعني كده، يعني من غير ما تسميها، لكن من غير ما تحس اتعلقت بحد من غير ما احس؟ يمكن كانت فاهمه انه دي مشاعر طبيعيه لصديق زي اي صديقه بتحبها. طب هل ينفع انا كواحده متجوزه يبقى لي اصدقاء بالجنس الاخر واتعلق بيهم واحكي لهم واقول لهم عن قهرتي ويحتووني؟ يعني طب انت لو بنتك وجات قالت لك الكلام ده هتقولي لها ايه؟ او حدا بتخدميها مثلا في الكنيسه؟ هقولها بعيدي عن السكه دي هي، وبلاش الفضفضه الكتيره، لانه اكيد كتر الكلام بيخلي فيه علاقه وارتباط. مش كده؟ احنا عارفين ان الراجل بيتاثر بعينيه، ما بيشوف حاجات معينه بيتاثر، الست بتتاثر باللي بتسمعه. تمام. كلمه وكلمه لطيفه وفيها اعجاب وفيها حنيه وفيها احتواء، يبقى انا من الاول لازم وداني دي اخد بالي منها، يعني انا لو انا ست اخد بالي من وداني، لو انا راجل اخد بالي من عيني، ما سيبش عيني تسرح يمين وشمال واتكعبل، مش كده؟ لو انا واحده ست يبقى من الاول اخد بالي من بتاثر بوداني، الكلمه اللطيفه والكلمه الحنينه والكلمه اللي فيها اعجاب بياثروا فيا، يبقى انا بعمل ايه؟ لا انا واحده ست متجوزه. لان اللي بيحصل لما بنشوف في الخدمه وبنتكلم مع ناس وتيجي تقولي الواحده مثلا كذا كذا تقول لك لا لا انا ست متجوزه، وكونك ست متجوزه يعني محصنه ضد الغلط؟ مش محصنة، بس باخد احتياجي من جوزي. أيوة. بس هنا جوزها ما ادهاش الاحتياج مثلا. وحتى لو كان هو داود النبي القديس ما كانش متجوز؟ كان متجوز. ما هو وقع يعني مصيبة كارثة. فبرضه دي نقطة تانية، الستات والرجال، بكلم حد من الرجال يقول لا 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 أنا راجل متجوز، وكونك راجل متجوز يعني معصوم الغلط؟ لا. فكرة برضه بسمعها في العمل الفردي بستعجب، لا مش محصن، لأن داود النبي كان متجوز ومتزوج أكتر من زوجة ووقع وقعة سودة كلفته كتير على فكرة، مش بس الغلط يعني. فخلينا دايما نقول إيه، إن لازم نكون هادين وعارفين أنا كراجل عيني بتفرق معايا، عهدا قطعت العيدي زي ما بيقول أيوب، عهدا قطعت العيني. وأنا لو كان ست أقول عهدا قطعت الأذاني من الأول، كلمة الإعجاب ما تلزمنيش، كلمة الإعجاب الخاص بين رجل وامرأة تبقى من جوزي، ما جاتش من جوزي أصلي أطلب مشورة، لكن ما سيبش وداني مفتوح، مش كده ولا إيه؟ يعني لازم نشوف بداية السلسلة بتاعت الوقوع جت منين؟ جت إن عندها ثقة في نفسها، أنا ست قالت إن أنا عمري ما كان لي علاقة قبل كده بحد، وده كون ثقة إن أنا مش ممكن أغلط،
فاهمة ازاي؟ أيوة. تاني حاجة ان فتحت ودانها وابتدت تحكي مشاكلها مع جوزها لشخص تاني، وابتدى الشخص التاني يعني بنعرف ماذا يحدث. يعني الكتاب المقدس يقول ايه؟ فم الاجنبيات هو عميقة، هو عميق، تاخد الواحد فم بالكلام. يعني دايما بنشوف في قصص المشاكل اللي بتحصل للناس المتزوجين ويحصل لا قدر الله مشاكل زي كده، كلام، قال لي، بعت لي، بصيت لقيته بيقول لي وبيعمل ايه مالك، ما انت متجوز. اما انا من الاول ما كنتش واخده بالي بما اني متجوزه وهو متجوز، خلاص محترمه، معتبر ان ده امر مش ممكن يحصل. كل شيء ممكن يحصل. يبقى اخد بالي من حته الكلام، انا لو ست وانا لو راجل اخد بالي من عينيا، زميله لابسه وماشيه ورايحه ما بصش ولا من قرب ولا من بعد، اخد بالي من الاول، انا هبص، هاعجب، هتعلق، هتكعبل. ففي دايما ايه، عشان كده الكتاب المقدس رب المجد يسوع يقول لك ما النظر، وبالنسبه للبنت يقول لها اسمع اميلي اذنك، خلي ودنك معايا انا، عشان لما تسمعي كلام سلبي او قصدي كلام اعجاب ما ياثرش فيك. فالرساله المهمه للزوجه دي ولكل زوجه او كل بنت حتى، خلي بالك من ودانك، لكل شاب، كل راجل متجوز، خلي بالك من عينيك من الاول، ترحم نفسك من ورطه. هي دلوقتي في ورطه عظيمه، تخيل هي بقى لو قفلت ودانها من الاول وقالت لا انا مش هسمع كلمه زياده من حد، كانت ثابت نفسها في موقف زي ده؟ لا اكيد ما كانتش وصلت للموقف ده، بس برضو مهما كان انا كنت مبسوطه بالكلام. ما هو دي برضو محيراني شويه في الموضوع، مبسوطه بالكلام، هل ده يوافق اني انا اسمح لنفسي اني يعني استطعم كلام مش جايلي من جوزي؟ هل جوزي لو ابتدت واحده تقول له كلام حلو وعجبه وانبسط منه، هل ده يريحني؟ لا اكيد مش هيريحني طبعا. طب ايه اللي انا ما اقبلوش لغيري، ليه اقبله لنفسي؟ لما انا بقول لا ده حاجه ما اقدرش اتقبلها بالنسبه لشخص اخر، ليه اقبلها وابيعها لنفسي؟ ما هو لازم نحط حدود، والا الدنيا هتتكعبل وتبوظ. مش كده الكتاب يقول ايه؟ قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشمخ الروح. كونك انسانه متربيه وانسانه محترمه دي حاجه نشيلها على راسنا من فوق، كونك متجوزه حاجه نشيلها على راسنا من فوق، ولكن ده مش معناته ان انا محصن ضد الغلط. وبقول لك اغلب الاخطاء الجامده بتحصل مع الناس اللي واثقه في نفسها. ليه؟ اللي مش واثقه من نفسها بتبقى من الاول ايه؟ لا احسن يحصل فبلاش. لكن اللي بتكمل موضوع زي ده ويستمر، واحنا نشكر لغايه دلوقتي ان الدنيا ما تطورتش اكتر من كده، ان هي انا متجوزه وهو متجوز خلاص. فاحنا محتاجين دايما يكون بننتبه من الاول واللي انا لا ابيح لزوجي، لا ابيح لنفسي، والزوج نفس الحكايه. دي فكره ما يعني ما جاتش على البال، بس بتحمي الواحد من الشطحات. ايوه، لان دايما الواحد يقولها لنفسه هو ايه الغلط في كده؟ ايوه، انا مجرد بحكي مع زميل، اروح قلبها على طول. طب لو جوزي في زميله ليه في الشغل وبيحكي معاها ويحكي لها هو مقهور مني، ويكلمها على عيوبي وطبيخي الوحش واكل اللي هو متشلفط والرز الشايط اللي انا بعمله له وبيقولها كده هو مقهور، شوف انت اتعصبت يمكن وانت قاعده، مش كده؟ ايوه طبعا، مش هبقى معانا نفس الحكايه، هي عملت نفس الحكايه. تمام، يبقى دي نقطه لازم ناخد بالنا منها. اسمحوا لي ابعت بقى رساله للزوج، بقول مقوله كده، بقول صحيح الخيانه ليس لها اعذار ولكن يوجد لها اسباب. يعني مفيش عذر سواء للزوج او الزوجه من اي نوع من انواع الخيانه، لكن ليها اسباب. السبب اللي واضح في الموضوع ده ان الزوج قافل بقه وما بيقولش اي حاجه، وخصوصا ان هي طلبت منه او نبهته يعني. ايوه، بس يعني افرضي ان الزوج ما مش في امكانياته الكلام ده، مش محتاجة إمكانيات. لا، الكلام الراجل التاني ده اللي احتواها دوت أكيد كان عنده كلام كتير جدا أحسن من كلام الزوج. فلو الزوج يعني ما بيتكلمش كلام حلو بالطريقة اللي هي هتستمتع بيها، ده يبرر لي بقى أروح أشوف عند حد تاني.
يعني انا مش شايفه انه هي طلبت انه يقول لها قصايد شعر، هي طلبت الكلام العادي، تسلم ايدك، ربنا يخليكي ليا، انت عامله ايه النهارده، يعني يبقى في كلام. هي بتقول ان كل كلامه اوامر، هو في حد يقدر يعيش وهو كل الكلام اللي بينه وبين جوزه اوامر ما وبس؟ اكيد بسبب طبيعة شغل الزوج، ما واضح من الكلام انه بتقول لك طريقة يعني طبيعة شغله صعبة، بعد وماله؟ ما يعني يتفرم طول النهار بقى يرجع لسه هيفكر يقول كلمتين حلوين. ما مش لازم يفكر يقول انا مالي ومال شغله، انا مالي ومال شغله، انا مش في لا مش البيت. شغله ده اللي بيجيب الفلوس للبيت علشان نعيش. ماشي، انا مش معترضه، هو شغله ده على عيني وعلى راسي وكل حاجه، لكن انا مش موظفه عنده، انا مش عسكري عنده عشان يبقى كل كلامه اوامر. ما فيش يوم اجازه ياخدنا كده ويقول لي كلمتين حلوين، انا عايزه كلام حلو. رد انت باشمهندس. بص بص هقول لك حاجه يا يوسف، دايما احنا بنقول ان بيني وبين زوجتي في عقد اتفاق هو الاكليل، صح، ولازم نرجع له من حين لاخر لان ده شيء احنا مضينا عليه، يعني التزمنا بيه، يعني وافقنا عليه. بيقول ايه في الاكليل من ضمن الحاجات؟ بيقول ايه؟ انت تسلم زوجتك في هذه الساعه المباركه بنيه خالصه ونفس طاهره وقلب سليم، شوف الحتة اللي جاية دي، وتجتهد فيما يعود لصالحها وتكون حنونا عليها، حنونا وتكون عليها. حنونا عليها. ده التزامات، يعني أنا ظروفي شغلي طبيعتي على راسي من فوق، بس أنت مضيت على التزامات تعتبر عن حقوق وواجبات، لك حقوق لازم نلتزم بيها وعليك واجبات لازم تلتزم بيها. قول لي ازاي اعمل كده؟ اقول لك، لكن اي حد فينا اصل يتملص كلمة من حنونا مسؤولياته. عليها دي يا باشمهندس مش لازم تيجي عن طريق كلمة، يعني ممكن زوج بيبقى حنين جدا على مثلا على مراته، يشوفها محتاجة حاجة لازم يروح يشتريها، يعني مكفيها زي ما بيقولوا. فالحنية دي ممكن تيجي بحسب بقى الإمكانيات اللي عنده. وفي طيب وتسرع الى ما يسر هذه قلبها، اللي بعدها تقول لك ايه، تسرع بتوضح يسر قلبها. وتسرع الى ما يسر قلبها. هل هذه الطريقة اللي انا بقدم بيها الحنية بتاعتي اسرت قلبها ولا لا؟ يعني انا بتكلم بلغة، صحيح الازواج احيانا يحبوا الحاجة العملية واجيب لها حاجتها وطلباتها دايما في عناية الاثنين، هي دي الحنية والحب في وجهة نظري، وجهة نظر تحترم، بس احنا لما مضينا قلنا ايه؟ تسرع الى ما يسر قلبها. يبقى هل الرسالة اللي انا ببعتها رسالة الحنية والحب وصلت لها ولا ما وصلتش؟ واضح هنا انها ما وصلتش. وصلتش، يبقى لازم انا ادخل اخد موقف جديد الشيء اللي يسر قلبها. يعني لما تسأل زوجة تقول لها انت بتحبي جوزك يجيب لك هدية ولا يكتب لك كلمة قبل ما يكتب لك هدية؟ يجيب لك هدية، تقول لا اكتب لي كلمة قبل الهدية. انا كزوج الهدية تمنها كام وتعبت فيها قد ايه ودي شالت مني ربع مرتبي مثلا، كل ده كويس، بس الكلمة الحلوة مش هتكلفني كتير لما تضاف على الفعل الحلو، لان في النهاية انا ملتزم تجاه زوجتي بالتزامات وليا حقوق وعليا واجبات لابد ان انفذها. يعني نفسي الامور دي تبقى موجودة. حتى كلمة الله بتقول ايه؟ كلمة الله بتقول ايها الرجال أحبوا نسائكم ولا تكون قصاح عليهن. القسوة وحش، بتعمل جفاوة وبتعمل وجع، وبتحسس إن الزوجة بتحس نفسها إنها كأنها بعدت 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 كده. وطبعا مش كويس إن أنا كزوج حاسس إن مراتي بتبعد بتبعد بتبعد، طيارات وحشة وضغوط وحشة، وحتى لو مفيش حاجة غلط ليه هي تبقى قاعدة في حرمان؟ ليه وأنا عايش تبقى مراتي محرومة؟ مش كده برضه؟ ايوه يا باشمهندس، بس يعني مش لو الكلمه دي ما قدرتش اعملها ده يعني يبرر اللي بيحصل ده. احنا اتفقنا قلنا قاعده ان الخيانه ملهاش انا قلت ايوه اعذار، انه ملهاش عذر بس واتفقنا ليها مع سبب. بعض، لكن ليها اسباب، وبالتالي لازم نشوف الاسباب دي ونتلافاها. يعني الناس بتوع علماء النفس بيقولوا ان الكلمة الحلوة للزوجة زي المية والهواء، ضرورات للحياة، مش امر، يعني مش امر اضافي. يعني انا كراجل ايه يعني انا بحبها وانا لسه هتعرف ان انا بحبها؟
قلت لها في الخطوبه 700 مره انا بحبك، ايه لازمه ان انا اقول لها بحبك دلوقتي؟ هي الكلمه دي عندها ليها معنى وليها طعم. وانا قلت الكلام ده في الخطوبه. ايوه ما هتسجله يعني على كاسيت تبعته. ايه ده، هي مره واحده في العمر ولا ايه؟ لا هو الطبيعي ان انا اشوف احتياجات مراتي ايه، والطبيعي ان انا اخد بالي ماذا تريد وما يسر قلبها واقدمه، واذا مش قادر هقول لك ازاي. يعني انا يعني خلال الخدمه الفرديه الزوج احيانا بيبقى داخل في صندوق الشغل ومقفول عليه الشغل، قبل الشغل بيفكر فيه وبعد الشغل بيفكر فيه، فعشان اطلع من صندوق الشغل ولا بحبك ونفسي ومش عارف ايه، بحس ان انا طلعت من الدنيا لدنيتك. انا عارف كده، بس ممكن نقول ايه حلول، بس نتفق ان دي احتياجات واحنا مطالبين ان احنا كازواج نسددها، لان حرمان الزوجه مش احسن حاجه. اكون بحب حد والحد ده محروم من حاجه، مش كده ولا ايه؟ تمام. طيب خليني اقول للزوج يعمل ايه، حاجات عمليه. لو كان الشغل قاسي وعنيف، ودلوقتي اغلب الاشغال بتبقى في القطاع الخاص، لو بيشتغل بتبقى مسؤوليات وفي مدير وفي رئيس وفي توتر وتنشن مستمر وضغط وضغوط بقى. وضغط، ودي غلط، وحد مسك عليا غلط، وحد بيستغلط لي، وحد بيصطاد لي غلط، وانت عارفه الكلام ده يعني ايه، مش بس المجهود الجسدي لكن التنشن النفسي. وخصوصا بقى لو بيترقى واخد مركز قيادي، للصواريخ والسهام والمقالب والسنب، نعرف هذا في جميع يعني المجالات، في جميع الاشغال. طيب الراجل ده راجع البيت، نقول له ايه؟ هو الطبيعي انه بيرجع معاه كل المشاكل دي، وحتى باين على وشه، الست بتفتح الباب تشوف كل المشاكل ربنا راكبه على وشه. طب انا لو خدت مشاكلي وديتها البيت، اللي هيحصل ايه؟ هيحصل هذه القصه، شكلي هيبقى مش مظبوط، متأزم نفسيا، مش مرتاح، دايما مضغوط، ممكن اتعصب على العيال، ممكن ابقى اقول كلام اوامر روحي تعالي اعملي سوي. خصوصا مثلا انا لو فرضت ان انا مدير موقع مثلا، عمل مهندس ومدير موقع، فبتعامل مع عمال وصنايعيه، روح وتعالى واعمل واطلع وانزل، فارجع البيت اعمل نفسي روح وتعالي واطلع. طب الزوجه ملهاش اي علاقه بضغوط العمل ده اللي هي يتنقل عليه، مش كده ولا ايه؟ تمام. وهي كمان بيبقى عندها ضغوط فمحتاجه الطبطبه. بالظبط. فانا بقول للزوج يعني في حاجه كده ايام موضوع كورونا اسمها بوابه التعقيد. ايوه بوابه التعقيد دي، فاكره؟ ادخل يبخوا علينا حاجات. يعني فريق العمل بص عاملها ازاي؟ الواحد يدخل فيها استنى دقيقه كده عشان يتعقم قبل ما يروح البيت، عشان ما ينقلش فيروسات الشغل لبيته. تعمل كمان في المواقع واماكن العمل والحاجات دي كلها قبل ما بيخشوا كمان. ما اعرفش لغايه دلوقتي شغاله ولا لا. لا خلاص بقى كورونا خلصت. بس يعني بص بيدخل بخ عليه شويه حاجات فوق وتحت ومن كذا حاجه، وبيروح البيت ما يعديش حد. ودي حاجه مهمه قوي. ليه؟ لان خليني اكلمك بالراحه، لو انا بتكلم بقى سوا مع مراتي ومع اولادي، طبعا لما اكبر ولادي هيكلموني بحنيه بنفس الاساوي، هم ده اللي شربوه. حبيبي ساعد بابا، حاضر يا بابا، حبيبي انا عايز اروح للدكتور، ما تروح لوحدك يا بابا وانت صغير. هل اتوقع ان يسمع الكلام ده؟ ما انا زرعت ايه؟ فخلي بالك انت بتزرع ايه في مراتك وفي ولادك. طب مراتي مش هتعمل اي حاجه من الكلام ده خلاص، بس الاساوي هتجففها، بدل ما هي تبقى حنينه وحباني وبتتسم في وشي، ما هو يوم بعد يوم بدخل لها بالوش الجبس ده، بدل ما مبتسمه وبتتقابلي زي ما مثلا في الاكليب بنقول ترحبي بيه وما تكشريش في وشه، هتكشر في وشه. فالدنيا راح تتازم وهتعود عليا انا كمان. بس انا كنت عايز افهم بوابة التعقيم دي الزوج هيحصل ايه يعني؟ ايه يعني؟ يعني بمعنى ايه يعني؟ بس هي اتفقنا انها ضرورة يعني. اللي بيحصل عمليا ايه؟ ان الواحد هو راجع من الشغل، مفروض مثلا في الباص بتاع الشركة، او مثلا راجع في مواصلات، او لو عنده عربية راجع فيها، في زمن ما بين الخروج من المكتب والدخول للبيت. الزمن ده يحتاج يكون وقت مهتم بيه. اذا كان ابن ربنا بيرنم، جزء من الالحان، تسبحة، جزء يرفع قلبه لربنا، يرمي الهم عليه،
يرمي المشاكل على ربنا، يا رب بسلمك الموضوع ده انا واثق فيه، يا رب حط في ايدك المشكله بتاعت بكره دي، لازم يفضي نفسه عشان يرجع بيته يبقى اب وسط ولاده وسط اسرته. لانه لو رجع واخد الشغل، طب البيت ده ذنبه ايه في انه يعيش معاك في بره الشغل؟ فعنصر مهم ان الفتره ما بين الخروج من العمل والوصول للبيت تبقى فتره بيحصل فيها هذا التعقيد. ارمي على ربنا الهم، ممكن ارجع مثلا البيت لسه ما فوتش، الف لفتين مثلا حوالين الايه المربع بتاع البيت، ارفع قلبي لربنا، ارنم، اسبح، احكي، انفض الغبار اللي عليا والفيروسات دي عشان ارجع بيتي صافي. ودي حاجه عايزه تمرين، لان في الاول بتبقى صعبه. ايوه، ما انا عايز اقول لك الصعوبه يعني. انا عارف. انا مثلا لما بيبقى عندي مشكله في الشغل والمشكله دي لسه ما اتحلتش وفيها خطوره كبيره جدا، ازاي هنساها قبل ما ادخل ده هتفضل تلعب في دماغي على طول. هو ده المشكله بقى، انك بتلعب في دماغك وبتبقى انت بودي جثه، يقول لك بابا جثه قاعد هنا وعقله مش معايا ودماغي معاك. طب ما هو ولادي مش اهم من الشغل اللي انا بشتغله ليهم؟ هو انا بعمل كل ده لمين؟ بقى لمراتي واولادي. عاده الراجل ما يعني اللي بيجيبه ما بيصرفوش على نفسه. طيب هل ولادي عايزين الفلوس اللي بجيبها ولا عايزيني انا قبل الفلوس اللي بجيبها؟ ما ده سؤال برضه. عايزين فلوس مش بنكر كده، بس مين الاولويه؟ لا، بابا اهم الفلوس. طب لو بابا موجود جثه وبابا مش معانا خالص، طب النتيجه هيبقى ايه؟ هبقى محروم من ابويا. ايه، ما انا بروح البيت كل يوم. بس بتروح يا بابا انت مش معانا خالص، انت بتبقى قاعد وفي دنيا تاني. ذاكرت يا حبيبي؟ ايوه بابا، بس الموضوع خلاص. انا بقولها له ايه عشان بس اسال انه ذاكر ولا ما ذاكرش، لكن انا مخي مش معاه، انا عايش في دنيا العمل وهمومه ومسؤولياته. لازم افصل، لازم البوابه دي تفكرني وانا راجع البيت ما اخدش فيروسات الشغل الى البيت. انا اب ولازم اكون في البيت هذا الاب اللي الله اختاره، موجود بتفكيري وبعواطفي وبمشاعري واحاسيسي. بس ما هي المشكله دي بتبقى مسببه لي قلق ومش وانا متوتر. طب يعني احيانا لو مشكله كبيره، طبعا مش كل يوم بيبقى في مشكله زي كده، لو في يوم بقى في مشكله كبيره زي دي ممكن احكي بقى مع مراتي ونخش مثلا نصلي وانا اعرض المشكله ومراتي تساعدني في الايمان وتفكرني ياما مشاكل مثلا يا جوزي حصلت كذا وربنا تدخل، وهي بتبقى عندها الميزه دي انها فاكره رصيد ايماني سابق، وده يشجع ايماني ويرفعني. فاهم ازاي؟ طب ما احنا عشنا مشكله قبل كده واصعب من كده والرب اتدخل وعمل كذا، فاكر السنه اللي فاتت؟ فاطلع بقى ايماني مرتفع. ويقول الكتاب القى على الرب همك فهو يعول. شيل الهم حتى في البيت على المشاكل، ده مضر ليه صحيا، ضغط وسكر ومشاكل كتير ممكن تصيبني وتعجزني بدري، مش بس عشان ولادي. اصل حرام اشتغل 8 ساعات واشيل كمان الهم 10 ساعات وانام 3 4 ساعات، ويمكن وانا نايم برضو مخي ده ساعات الواحد ما بينامش اصلا. طب ما ده ما هو ده ما هو ده من كتر التفكير يعني. هلاك عليا، وفي نفس الوقت الزوجه حاسه انها مش موجود، الزوج مش موجود، والولاد فين؟ بابا بابا مش موجود. وكمان مش بتبقى فاهمه لما هو ما بيحكيش، فبتبقى حاسه انه هو شكله كده، هو مكشر كده على طول ملوش حل. بس عايز اقول حاجه برضو، يعني انا مش يعني بقول باتزان، يعني احيانا في طبيعه اشغال بتبقى قاسيه شويه. يعني هي بتقول الزوج ده طبيعه شغله قاسيه، ما نعرفهاش ايه بس صعبه شويه. فاحيانا الستات دايما تقول ايه، انا محتاجه للكلمه الحلوه. طب ممكن اسالكوا حاجه، هل الراجل مش محتاج للكلمه حلوه؟ محتاج للتشجيع، بس هو احتياجه للكلمه الحلوه مش زي احتياجي. ايه بس، محتاج ولا مش محتاج؟ محتاج، بس هو لو ساب لي فرصه وفرد وشه انا هقول على طول. بس هقول ازاي لحد مكشر وكل كلامه كده قاسي واوامر. طيب خليني اشوف الكتاب المقدس بيقول ايه في السؤال اللي انا طرحته. بيقول ايه؟ الغم في قلب الرجل يحنيه والكلمه الطيبه تفرحه. والكلمه الطيبه تفرحه. الكلمه الطيبه يعني ايه؟ يعني لطيفه، مرحه، ذكية، مقدر،
خليني اخدهم واحده واحده. انا لسه اقول لحضرتك دول كان كتير ايه قوي. الكلمه الطيبه يعني؟ يعني فيها لطف وفيها مرح وفيها ذكاء. يعني الكلمه اللي بمتدح فيها زوجي بمتدحه في نقطه هو محتاج لها، وبمتدحه بصدق. يعني مثلا هو خايف من بكره مشكله هيقابلها مثلا، هو جرح متضايق، وانت عارفه طبعا مشاكل الشغل. انا عارف ان ربنا مديك نعمه ومفيش مشكله وقفت معاك قبل كده، وتكون ده صدق يعني مش مجرد بتاع. انت بتسترجعي شيء ربنا عمله معاه وصفه ان جوزك بيعرف يتصرف وربنا بيقف معاه. ادي معنى ذكيه مرحه، ما تشيلش الهم ربك هيشيلها معانا، يلا نخش نصلي وربنا يمد ايده. إيه كلمة بقى لطيفة فيها مرح، فيها ضحك، فيها خروج من جو التنشن اللي هو خانقه ومسيطر عليه. فالزوجة كمان بذكاء بتعرف ايه الكلام اللي بيخليه يفتح، او ايه الكلام اللي بيخرجه من المود اللي هو فيه. طبعا بعد العشرة خلاص حفظت وعرفت، بس لازم اكون زوجة ذكية. يعني ايه ذكية؟ يعني بعرف فين الكلمة. الراجل الجاهز مش محتاج كلام كتير زي ما انا محتاج، لكن عايز كلمتين عاش. المشكلة بابا في عاش، بابا عاش الكلام لما اقعد الكتير مع ده يا الولاد. باشمهندس، ايه المشكلة في الكلام الكتير. يعني الواحد ساعات بيبقى راجع ومهموم ومش عايز يتكلم، والزوجة تقعد تلح في ايه وحصل ايه، طب وايه اللي ممكن، يعني مش عايزة بيبقى تساعد، عايز توتر زيادة عن التوتر اللي هو عايزة فيه تساعد. يعني. طيب يعني هتساعد ازاي وهي يعني هتتنبأ بالموقف؟ عايزة تساعد. يعني بس خليني اكمل حته ذكيه دي برضو، وهرجع للسؤال بتاعك. الشطاره ان كل واحده تعرف ايه الكلمه الطيبه اللي تفرحه وتخليه يفك، ان برضو الهم اللي هو بيبقى موجود فيه. الكتاب بيقول ان ربنا يجيب لادم معين نظيره، شخص يساعده. يمكن لو عرفت اديله الكلمه الطيبه اللي تفرحه يمكن ينطق، يمكن ينطق بس بعد شويه، بس هينطق ان شاء الله. بس خليني بدل ما اطالب ابادر، بدل ما اطالب ابادر، لان انت شخصتي الموضوع ان طبيعه الشغل ضغط عالي. طب الشغل زي ما هو وهو زي ما هو وانا قاعده بفرفط، طب ما تخليني احاول ابعت كلمه ذكيه طيبه تفك وتجربي. يعني انا تراي لسه اند هقول دي ايرور. بقى هتيجي نتيجة التجربة، مرة بتصيب ومرة بتخيب لغاية لما ابقى عارفة الكلام اللي ممكن يكون بالظبط. بيريحه شوية. عادة المديح الطيب بيجيب نتيجة. عاش بابا، عاش النهاردة بابا مثلا خلص مشكلة كبيرة جدا في الشغل يا أولاد، نشكر ربنا على إنه عمل كده. فاهم إزاي؟ أنا عارف مفيش مشاكل بتقف معاك، صحيح بتعصلك في الأول بس ربنا بيديك نجاح. كلمة طيبة، كلمة مشجعة، بس إيه بذكاء. يعني مش كلام كبير ومش كلام سوري بكذب، لكن كلمة صادقة ذكية بتقدر تفك الأزمة، لأن هو قفلت معاه وحاسس إن الدنيا متربقة فوق دماغه. وهيعمل إيه راجل؟ هيروح لأبوه يحلها له؟ ما ده بكرة الشغل هيروح. فعشان كده الكتاب بيقول الهم في قلب الرجل يحنيه والكلمة الطيبة تفرح. أب كان حكى قصة، بيقول في مرة هو مرح كده، بيقول في مرة غلطت قبل ما أروح وقلت لمراتي عايزة إيه؟ قالت له انا جاي من الشغل بس نسيت اجيب طماطم. فيقول رحت بعد الكنيسه اجيب طماطم، كل الستات بتاعت الكنيسه تلمع اوعي يا ابونا يضحك عليك اجيب الطماطم بايظه. عايزين نساعد ابونا. قال كنت في نص هدوم خدت 2 كيلو طماطم وراح البيت. قال اخر مره في حياتي، ده بينه وبين نفسه يعني، اخر مره في حياتي اجيب لك هجيب حاجه. طماطم. اول ما دخل البيت مراته بتقول له تصدق يا ابونا السيء اللي انت بتجيبه كأن المسيح دخله لنا البيت. يقول انا ما لقيتش الله غير ان انا برد اقول لها ايه، انت عايزه حاجه تاني؟ الله. الكلمه الطيبه تفرح. خلينا نبادر بدل ما نطالب، اصل طلبت منك حاجه ما جبتهاش، طلبت منك حاجه ما جبتهاش. طب ما تخليني انا ابادر لخيرك ولخيري انا كمان. والطريقه دي بتخلي المود بتاع الشخص الزوج اللي بتقول انهم بيحبوا بعض ممكن يتغير. صحيح مش هيبقى الاطراء اللي انا بتمناه كله، بس ياهو يا مسهل شويه قطرة. كويسين، قطره وتيجي بعدها قطره.
طيب دي فكرة جديدة، والحقيقة يعني الواحد ما كانش بيفكر كده، كان بيفكر انه بيحاول يطلب فما بيلاقيش فبيقفل بزيادة فيحاول تاني، طب خلاص بقى ما فيش امل، طب ادور بره. عادي، فدي فكرة عايز جديدة. نستبعد الحتة الأخيرة دي، بيتي هو بيتي، جوزي هو جوزي، حياتي وفرحتي هنا وبيتي هنا. ففكرة جديدة وحل عملي جميل. هرجع للزوج برضو عمليا، يعني يمكن أكون محتاج لخطوة روحية برضو. ليه؟ لأن الضغط الشديد عليا وأنا لوحدي بيأسيني، عارف الضغط بيأسي البني آدم، كتر الضغط أنا جوه، أنا نفسي ببقى قاسي مع نفسي، انت فاهم، نشفت ضغط في الشغل، ضغط في الشغل وانا لوحدي. وعادة الراجل ما بيحبش يحكي لمراته عشان الموضوع ما ايه ما يوسعش وندخل في مشاكل. طب احكي لمين؟ طب مين يشيل معايا؟ عشان كده ببعت رسالة لكل زوج حاسس بالطحنة دي، طب ايه رأيك ما تفكر انك انت تدخل في علاقة اعمق شوية مع ربنا، مش علاقة اني بروح يوم الجمعة القداس، او لو كنت مكسل بقى من كتر الشغل اجلها الاسبوع اللي بعده، او بتناول كل شهرين 3 مرة او كده. ايه رأيك ما تكون في علاقة اعمق مع الرب؟ علاقة يقول عنها الكتاب انه سلم للرب طريقك وهو يجري. علاقة اقول له يا رب فيها كده انا بسلمك حياتي، نشيلها سوا يا رب، مش قادر اشيلها لوحدي، تقلت علي. ومع تقدم السن الواحد بيحس انه تعب من كتر القساوة، وخصوصا لو الزوج اشتغل بدري بدري من هو صغير، القساوة بتعلم عليه. يقول له رب اتأثرت وتقلت عليا، والسن بيتقدم والمسؤولية بتزيد، يعني يا ريت بتخف بتطرب اكتر. اكيد عايز يا رب اسلمك حياتي واسلمك بعد كده مشاكلي نشيلها سوا. يعني احنا ممكن نصلي ونقول يا رب انا من النهارده بقول لك تعالى ادخل قلبي، لاني تعبت، يعني اتحنيت، ظهري اتوجع، عايزك تخش جوه قلبي وتشيلني وتديني قوة، تديني معونة، وأحس إن أنا مش شايل الليلة لوحدي، في قوة سماوية هتشيل معايا. إيه رأيك؟ نصلي. طيب، إيه رأيك تصلي أنت؟ ماشي. ماشي، اتفضل. بسم الله والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. يا رب جايين لك كده يا رب كده، وحاطط يا رب كل الهموم، كل الأحمال، كل المشاكل كده قدامك يا رب. وعايز اقول لك يا رب كده، ممكن اتكلم مع ناس كتيره وما يفهموش قوي المشكله ولا طبيعه المشكله، لكن انت بتفهم في كل حاجه. عشان كده يا رب انا جاي بحط قدامك كل مشاكلي وكل الضغوط اللي موجوده في الشغل، اقول لك يا رب كده تعالى وتشارك معايا في الاحمال دي يا رب، وتعالى يا رب كده وقدم حلول. عايز كده يا رب كده النهارده كده اجي وارمي كل حاجه عليك، زي ما بيقول كده الكتاب كده، ملقين كل همكم عليه ويعتني بكم. جاي بقدم لك كده يا رب حياتي كلها، وبسلمك حياتي كلها، وبقول لك يا رب كده لفيت كتير وتعبت كتير وانضغطت كتير واتقاسيت كتير، بقيت قاسي جدا يا رب. جاي لك النهارده كده اقول لك يا رب عايزين نبتدي علاقه جديده، نبتدي حياه جديده، نبتدي كده حياه كده تكون انت شريك ليا في كل وقت من اليوم، كل وقت من اليوم اكون على اتصال دايم بيك، اشركك في مشاكلي واشركك في همومي. وانا واثق يا رب انك انت هتقدم حلول سماوية ممكن عقلي ما يعرفش يعملها، وممكن اللي حواليا اللي بستشيرهم حتى ما يقدروش يعملوها، لكن انت وحدك يا رب، انت المشير وانت الصديق وانت الاب، ليك كل المجد. امين. نرجع تاني بقى لبقية مشكلتنا. عايز ابعت للزوجه فكره هتخرجها من الازمه اللي هي فيها دي. يا ريت. الى ان يعني ايه الزوج يبتدي يتجاوب ويقدم هذا المشاعر الطيبه اللي هي بتتمناها. في فكره دايما بتقول ايه؟ لو انا ركزت على ناقصني هيكبر في عيني ويسود الدنيا. لو انا ركزت على عندي
هيقل تأثير الحاجة اللي ناقصاني. يا باشمهندس انا حاسه انه ده طبيعي، لانه انا مثلا لو رجلي بتوجعني ببقى حاسه انه كل الناس اللي بتجري اشمعنى انا، او عيني بتوجعني ببقى حاسه ان كل الناس اهي عندها عينين الا انا. طيب ما هي كل الناس اهي عندهم ازواج وبيقولوا كلام حلو الا انا، فطبيعي ده بيضغط عليا. بس خليني بس اقول لك الحقيقه يا باشمهندس. اصل يعني في ستات كتيره بتبتدي بقى ايه تتفرج على افلام ومقاطع فيديوهات وتبتدي بقى تقارن، انا جوزي ما بيقوليش زي الكلام ده، ويبقى عندهم تطلعات زيادة شوية. الأزواج ما بيقدروش يوصلوا لها. طب ما هو لو جوزي بيحبني ما يقوليش ليه؟ إيه أيوة المشكلة؟ بس مش هيقدر يقول لك الكلام اللي في الأفلام ده. بلاش الكلام اللي في أفلام، أي كلام. لكن يعني أنا عاوزة جوزي يقولي كلام حلو. إحنا ما أنكرناش كده وطالبنا الزوج وقلنا له الحل. بس بنقول إلى أن ينطق. هتعملي إيه؟ تفضلي قاعدة تعبانة؟ ولا تعملي ايه؟ لا بس بحس انه فعلا الواحد لما بيبقى ناقصه حاجه بيبقى فعلا مركز عليها، ولما بيشوفها عند حد تاني ده التركيز بيزيد. انا عشان كده بقول حته التركيز دي نقدر نتغلب عليها بطريقه روحيه وعلميه بسيطه. طريقه روحيه هقولها وهي الطريقه العلميه. التركيز على الموجود بيقلل من التركيز على اللي مش موجود. اجيب لك مثل في البيت. التركيز يعني. على الموجود يقلل من التركيز على اللي مش موجود. يعني مثلا انت في البيت ناقص لك خلاط. اي. لكن كل اجهزه البيت متاحه. طبعا الخلاط ده ايدك ورجلك في الشغل ما تقدريش تستغني عليه. أي. الخلاط عطل وهيروح يتصلح هيقعد شهر. ممكن تبقي قاعده طول اليوم متنكده ومتعكنه الخلاط. الخلاط الخلاط الخلاط، والموضوع يكبر معاكي وتبقي منفعله ومتضايقه. وممكن يكون في خلاط قديم مثلا كان مركون عندكم تقدري تقضي بيه كام يوم لغايه ما يتصلح. ممكن في ادوات قبل ما يطلع الخلاط ده، او ممكن مثلا سكينه. في حاجات قبل ما الخلاط ده يجي كنا بنعملها وبنخلط. حاجات بدائيه. فلو انت ركزت قوي على الخلاط اللي مش موجود هتلاقي نفسك كل يوم اعصابك بتتشد وتعملي كذا خناقه. لو قلت طب ما الراجل قال دي قطعه غيار وابتدوا يستوردوها وهتاخد مثلا اسبوع ولا اسبوعين، طب انا هصرف نفسي وهيجي، فتحس ان الدنيا مشيت. يعني تغيير التركيز على الحاجه الناقصه بيحل المشكله. ده من الناحيه العمليه. من الناحيه الروحيه قالوا اكبر معنى في الموضوع ده ان الحاجه اللي ناقصاني لو ركزت على الحاجه اللي معايا هيقل حجم تاثيرها في عيني. هجيب لك مثال. يعني الزوجه دي من وسط كلامها انا لاحظت ان عندها 7 حاجات ممكن تشكر ربنا عليها كل يوم وبيقل احساسها بالحته اللي ناقصه. مثلا هقولهم لك 7 حاجات في طلبات البيت. هقولهم لك واحده واحده. هي بتقول ارتباطنا عن حب والمده طويله قبل الزواج. هو كم واحده اتجوزت عن حب ومده طويله؟ يعني واضح انهم كانوا فتره خطوبه وحب. هم قرايب فاكيد من قبل الخطوبه كمان. فدي مش حاجة جميلة نشكر ربنا عليها. ممكن أنا كمان أستعيد مواقف عملها جوزي وأنا عملتها معاه، ذكريات سعيدة جميلة. أنا عندي القدرة كست أني أفتكر حاجات وأستمتع بيها، زي ما أفتكر مثلا أيام بابا المرحوم بابا لما كان كذا المرحوم ماما، فعندي تاريخ حلو. يعني مش اتجوزنا مثلا صالونات أو اتجوزنا كده وخلاص أو اتجوزنا تفاهم أو لا قدر الله مصالح أو العائلات ما فيها متجوزات. أيوة فدي طبعا. حتة حلوة عندك وليها باك اب أو ذكريات عندك ممكن تتذكريها، وعمل كذا وجاب لي كذا وسوى كذا. عارفة تقدري بالتذكر للمواقف السابقة تستحضري شيء من الفرح والاستمتاع وتشكري ربنا عليه. وده يقلل لان يعني بدل ما حاجه محروم منها خالص بتذكر انها موجوده وجميله وكانت مشبعه. وتصوري لما جاب لي اول فستان عرفت ان هو لف سنين لان ما بيعرفش في الحاجات دي، بس صمم ان هو اللي يجيبه. ممكن اشاركه بيها؟ وممكن تشاركيه بيه على فكره. ده بيرجع حاجات هو برضه
يعني لا مش الذاكرة وظيفة شوية، النطق عنده اللي بس اتقطعت ما ترجع بعافية. مرة تانية. فلما بتفتكر الحاجات دي تستعيديها تفرحي بيها وتتذكريها، لو في صور ممكن تبعتها له على الموبايل وكده، بتجددي شيء موجود مش موجود، وليك انك تفخري بيه وتنبسطي بيه. ستات كتير الكلام ده مش عندها، جوزنا بسرعة وكان صالونات ومش عارف ايه. هاي اتنين، بتقولي جوزك بيثق فيكي لانك لغاية النهاردة ما شعرش بأي شيء في الموضوع ده، وثقة جوزك دي حاجة غالية، ده معناته انك انت كمان اهل للثقة. تقول لنفسك انا سعيدة ان جوزي بيثق فيا، وانا اشكر الله انه خلاني كمان اهل لهذه الثقة. ما تخليش اللي حصل ده كمان يعكر العيشة اللي في عينيكي ويحطم صورتك قصاد نفسك. أنا عشان حاسس من خلال القصة برضو إن هو فعلا كان بيثق فيها، يعني واضح إن كان في شاتس في الموبايل وواتساب ومش عارف إيه. لو هو ما عندوش ثقة وبيدعبس كان كشف الموضوع من زمان. بالظبط، فدي حاجة جميلة لما تقول لنفسك أنا جوزي بيثق فيا، وأنا صحيح غلطت المرة دي لكن أنا كمان أهل الثقة دي. ياما بيوت خربانة بسبب إن مفيش ثقة بين الطرفين، صح، وشاكك فيها ورحتي فين وجيتي منين، وبعتي لي صورة وبعتي لي لوكيشن واعملي لي مش عارف إيه وصوري المكان اللي حواليكي، وأنا هاجي أنا اللي هاجي أجيبك ما تروحيش لوحدك. بيحصل، وإحنا ياما في الخدمة بنشوف لما الشك بيبقى في البيت ازاي بيبقى في دمار كامل. نار. انت قاعدة مرتاحة جوزك بيثق، وتقولي لنفسك كده انا محبوبة ومرغوبة، وجوزي كان خاطبني عن حب وعن اهتمام وعن افضلية، فضلني عن كل الناس وانا فضلته عن كل الناس. بتقولي لنفسك كلام، الكلام ده بيشبعك بيفرحك بتستعيدي بيه طاقة، وكل الكلام ده انت مش وهمجية او بتألفيه، يعني مش نظام انا مش قصير اوزع. لا، نمره ثلاثه، انت قلتي ان جوزي بيحبني وانا بحبه، والنهارده بقالكم سنه كذا سنه متجوزين، طب الحب ما اتطفاش، يبقى حاجه حقيقيه وحاجه حلوه، وكونك بتحبيه وبيحبك دي حاجه تفرح قلبك وتقوليها لنفسك حتى لو هو ما نطقهاش. لما انت وانت بتصلي تقولي يا رب اشكرك ان جوزي بيحبني طول السنين دي، واشكرك ان انا بحبه، ده احيانا بيعوض جزء من حرمانك من الكلمه. يعني كأنك بتقوليها لنفسك بس في الصلاة، بس بتسترجعي واقع مش وهم، وبتقولي حقيقة مش افتراض. وبنتي وانتي بتصلي بتقولي كده تصدقي انا لاحظت حاجة، ان هو جاب لي الهدية كذا كذا، تصدقي انا لاحظت حاجة اني بتنرفز عليه احيانا بيستحملني ويستوعبني، تصدق انا لاحظت حاجة. تبتدي كمان تلاحظي الحاجات الحلوة اللي موجودة، اللي الحرمان من النقطة دي لكمس عليها العيشة. أربعة، انت بتحب جوزك ومستمرة في محبتك، وده شيء جميل رغم كل اللي حصل ده، انت قلت ان هقطع الموضوع ده فورا. انت انسانة كويسة تحبي جوزك، وده شيء كويس ان الحب مش من طرف واحد. ماما واحدة جوزها بيحبها وما تحبوش ومتجوزها عشان على اساس ان هو بيحب، على فكرة بتحصل، اهتمت بحبه ليها وعجبها حب ليها بس هي مش حبها، خلاص بقى اتجوزنا وخلاص. هو بيحبك دي حاجة غالية، وانتي بتحبيه دي حاجة غالية، وكون الحب مستمر لغاية النهاردة. لو تبصي حواليك، ما انت بقى بتبصي حواليك، كم واحدة حبها مستمر لجوزها، وكم واحدة حب جوزها مستمر ليها، كم واحدة جوزها ما بيشكش فيها وما بتشكش فيه، كم واحدة كنتوا بتحبوا بعض سنين قبل الجواز واتجوزوا. مش كده؟ الحاجات دي انتي مميزة بيهم بس ما كنتيش واخدة بالك منها عشان نقطة ضايعة منك. خمسة، بتقولي جوزك مش مقصر في طلبات البيت. بالنسبة للرجالة دي لو تفهمي طريقة تفكيره دي معناتها ان انا بحبك وبحب ولادي. بس يعني اسألي اي راجل حتى لوحدك، تحب مراتك؟ طبعا انا مش مقصر في اي حاجة. هو بالنسبة له هو ده دي تعبير عن لغته، الحب، لغته كده بيتكلم فرنساوي، معلش احنا لغتنا انجليزي برضو، دي لغاية ما ينطق بالانجليزي نصدق ان الفرنساوي بتاعه لغة تعبير عن الحب، وأقولها لنفسي. ما خلاش البيت محتاج لحاجة، مموت نفسه في الشغل عشان البيت محتاجش. دي رسالة حب من وجهة نظر وحقيقة، لأنه واقع وعمل، مش كده ولا إيه؟ نمرة ستة، واضح من كلامك إن جوزك راجل محترم ملوش في السكك الغلط لأنه ملتزم، وعادة اللي بيمشي غلط بيشك، لكن الإنسان النظيف عادة ما بيشكش لأنه مش في دماغه إنه ممكن تحصل أي حاجة.
هي ما قالتهاش لكن بتستنتج من الأحداث. دي حاجة حلوة إن جوزك بني آدم لطيف مالوش في كده ولا كده، ولا أنت مثلا ما قلقانة عليه، ولا ترى بيحصل إيه في الشغل، ولا بقى دماغك بتودي وتجيب. ما ياما الستات بتشك في جوازها والدنيا بتظلم في وشها، وجايز الزوج يكون في الحال في بعض الحالات مش مظبوط شوية، مش كده ولا إيه؟ تمام. أنت جوزك مظبوط وأنت مظبوطة، ودي حاجة رائعة لما تقوليها لنفسك وتشكري ربنا عليها كل يوم، تحس إن المود بتاعك اتغير، ما بقيتيش بصة بقى يا أنا ناقصني إيه وإيه اللي راح مني وأنا دنيتي إيه. ده ست. نمرة سبعة، أنت كمان إنسانة محترمة زي ما حكيتي حفظتي، اشكري ربنا وافرحي بكده وبيتكم نظيف ومتبارك، وهي زحلقة زي ما أنت قلتي وقع فعلا بالدور الرابع، بس هنعرف ازاي نطلع منها، بس بالطريقه دي مش هتبقي حاسه انك انت محرومه وانت ناقصك وانت شرقانه وانت عطشانه، لان ده مش صحي لنفسيتك ولا سلامه بيتك. الحقيقه الواحد مش بيفكر في كل الكلام ده، بس حضرتك وانت بتتكلم الواحد اكتشف انه فعلا في حاجات في حياته ممكن يشكر عليها ربنا وما بيشكرش عليها ربنا، عشان كده بتروح منه الحاجة. على فكرة يعني الكتاب المقدس بيقول ان الشخص لما يبقى عنده حاجة بيقول ايه؟ لاني اقول لكم كل من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. يعني انا لو عندي حاجة وما خدتش بالي منها بتروح، لكن لو اخد بالي منها بتزيد وتكتر وتعوضني عن حاجة مش موجودة. يعني في مرة زوجة كانت مختلفة مع زوجها جدا، ده كذا وكذا ومش عارف ايه وبيعمل ايه، قلت له طب من فضلك اكتبي 10 مميزات في زوجك وصلي بيهم. فبتقولي اول يوم انا ما لقيتش 10، انا كل عرفتهم 3. قلت لها شويه صبر حلوين، ادينا ماشيين مع بعضينا. بتقول كل ما اشكر ربنا على حاجه افتكر نقطه. بس هي اتصدمت لما قالت لي تصدق يا بابا انا اتصدمت اني مش فاكره 10 مميزات لزوجي، رغم ان احنا اتجوزنا على الحب وتفاهم كبير. الحاجة اللي ناقصة خبت كمان على الحاجات الحلوة. شفتي قد ايه؟ أي. فاذا ده سر وسلاح. لو اي زوجة بتسمعنا النهاردة او زوج شايف ان في نقطة مقصرة من الطرف الثاني، يبتدي يركز على ايه النقط الايجابية ويشكر ربنا ويتكلم بيها مع نفسه، تكبر في عينيه، ودي موجودات مش وهم. فلما تكبر في عينيه النقطة دي تقل 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 وتبقى على الجنب موجودة، بس مش نقطة تسبب أزمة وحرمان ومقهورة وتعبانة. إيه كمان؟ أقول لنفسي إن أنا محبوبة ومرغوبة حتى لو هو مقليش، مش عيب إن أنا أقول لنفسي. كل مواقفه بتقول كده، اللغة بيتكلم فرنساوي الراجل، مش مقصر في بيته وبيشتغل بمنتهى الاجتهاد والتعب بموت نفسه عشان بيته. ده كلام بالنسبة لي أنا ممكن أعمل ترجمة فورية ذاتية لنفسي، مش كده ولا إيه؟ لما أقول لنفسي كده أنا هستريح وأحس بشبع وراحة لغاية ما اللغة إيه؟ لغاية لما اللغة تمشي منك. أما هي كمان لما تخرج كمان لحتة إيه؟ طب ولادي دول هل ينفع إنهم يطلعوا يعرفوا حاجة زي كده؟ زي المشكلة اللي حصلت لا مثلا. دي صعبة أوي. مش كده ولا إيه؟ لا. أكيد في سن صعب، ابتدائي ولا اعتدائي ولا ثانوي. خلي بنتها لو مسك الموبايل ولقيت ايه انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك، مين ده يا ماما؟ واحد زميلي. ايه رايك؟ لا صعب. هي قالت ده انا خدت قلم على وشي، مش كده؟ كمان لازم تفكري في بعد تاني، بيتك واولادك مش بس جوزك، مش كده ولا ايه؟ واضح ان هي بتقول انا بحب جوزي وبحب اولادي وبحب بيتي، هما في بيت متناغم. طب ليه البيت ده يدخل فيه خطيه؟ وليه ابليس يحط رجله فيه؟ طب انت بنتك لو شافت كده وحد زميلها في الكليه ولا في المدرسه ولا جارها قال لها انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك، انت موقفك طبع. ايه؟ انت تقول لها ايه؟ هقول يعني اي كلام هقوله مش هينفع طالما انا عملت ده، فمفيش كلام يتقال. انت فاهمه؟ ده انت ماما، مفيش كلام يتقال. طيب دي برضو حاجات لازم انا كأم وكأب ان انا اخد بالي ان في حد تاني معايا في البيت، لو فتحت باب لحاجة وحشة هتدخل بقى وايه وتعشش وتخبط هنا وتخبط هنا. فدي نقطة لازم اخد بالي انا كمان وانا بتصرف فيها، السكوب لازم يتسع في الرؤية، مش مجرد انا في زميل وانا في زميلة وكأن انا مقطوعة من الشجرة، لا ليا زوج ولا ليا اولاد ولا ليا اسر.
يعني هي بتتكلم شوية ببساطة، بس حاسس ده يكون ايه، فاهم ازاي؟ ما جابتش سيرة اي حد تاني. طب ازاي انت مش سنجل قاعدة في البيت، فاهمة ازاي؟ مش في زوج، في اولاد، في اسرة، وكل دول بتدينا مسؤوليات اكتر ان احنا نبقى قدوة لاولادنا، ولا نقول لهم ايه؟ ايوه طبعا، يعني الموقف هيبقى صعب والصوره هتبقى وحشه ومش هيبقى لها كلمه حتى على الولاد. وصورة الأم لو ايوه اتخبطت، صورتها في طيب عيونهم هتبقى وحشه. طيب الولاد دي هيبقى حالهم ايه؟ فقصدي اقول انه العلاج بالنسبة لحالة الزوجة في هذا الموقف، انا لاحظت 7 نقط من رسالتها. طبعا انا لو انا سمعت من الزوجة السبعة دول يبقوا 10 مثلا، لا ده انا مهتم بيها، صدقني ده انا عملت كده عشانها، ده انا اشتريت لها كذا، ده انا جبت لها في عيد جوازنا كذا. هي ما ذكرتش حاجة يعني، فنقدر نلاقي حاجات اكتر تشكر ربنا عليها. متفاهم مثلا، متجاوب، مش بتاع مشاكل، صوته مش عالي في البيت، كل ده جايز يكون مميزات موجودة في الزوج احنا انا مش ابتدي واخدين بالنا. بواحده واصلي بيها واتكلم ودي ممكن تفكرني بحاجات تانية. وده بالنسبة لي انا فيتامين واقي ضد اي مشكلة. هيبقى فيتامين في رصيد يعني. بالظبط. ده اولا هيخليني انا مرتاحه، والشيء اللي ناقص عندي بقى صغير ما بقاش كبير، انا نفسيتي هتبقى افضل، وابقى قادر على العطاء ان انا اسنده واقدم له كلمه طيبه، وابقى مودي مختلف معاه، وده جايز يجيب نتيجه طيبه برضه ويساعد الزوج. انا مش هبقى حايشه مهوره، اصل كلمه مهوره دي كلمه يعني ايه صعبه جدا، يعني دي تبين ان الاحتياج ده ابليس ضخم كبره في عينها ضخم وضخمه لدرجة ان سد في عينيها كل حاجة، رغم ما قالتش ولا اي مشكلة اخرى، مثلا ايه جوزي كذا، اللي ما بنسمع مشاكل ولا كلمة حلوة، وهو بيعمل ويسوي ويعمل، ما فيش حاجة وحشة من ناحيته، ما قالتش اي حاجة وحشة من ناحية الا دي. فمعنى كده ان في حد كبر الموضوع ده لدرجة ان المقهورة دي تتقال امتى؟ ده مثلا بيشتم، ده مثلا بيسيب البيت من غير حاجة، ده سيبنا متمرمطين، مقهور عشان ما بيقولش كلمة حلوة. يبقى معنى كده في حد ايه، ضخم كبر الدنيا. الموضوع قوي قوي ولغى كل المميزات من عينيكي وسد الدنيا في وشك. طيب نعمل له ايه الحد ده؟ ما احنا قلنا انا لا بالنسبة لي انا الحد كده. اللي ضخم الدنيا، هل في حل ان انا يعني اوقفه عند حده؟ شوفي، قوات الشر الروحية وابليس محتاج مني انا كزوجة كمان زي ما طلبنا من الزوج ان يبقى لي خطوة قريبة من ربنا. واحد، عشان استخدم السلطان اللي ربنا ادهوني، وقال لنا كده بنصلي بنقول اعطيتنا سلطان ان ندوس الحياه والعقارب بكل قوات العدو. وتاني حاجه، لو علاقتي قريبه مع ربنا هيملى جزء من احتياجي للحب والحنان والتفاهم. مش كده برضو ببعت رساله للزوجه بقول لها من فضلك، بنقول حاجات عمليه كتير، بس في اكبر حاجه ان قلبك من جوه يبقى شبعان بمحبه السماء والحنيه الالهيه. صحيح ده مش هيمنع ان ليا احتياج لدى الزوج او الزوجه، بس لما ده بيبقى موجود برضه بيملى جزء ضخم وكبير من علاقتي ومشاعري. ولما افتح قلبي لربنا مش مجرد اقول له يا رب ساعدني وادخل، بيدخل بحنيته. عشان كده الله في الكتاب المقدس فلما رآها مثلا ام تحنن. الارمله اللي ليها وحيد ومات، يقول لما رآها تحنن عليه، لما رأى الجموع جعانين تحنن عليه، وعمل ايه؟ شبعهم. طب ما اللي شبعهم اكل ما يشبعنيش مشاعر، شبعني ويغنيني. فانا اقترح برضو اني ابعت رساله لاختي اقول لها خدي خطوه انك تفتحي قلبك لله، تقول سامحني يا رب لان ده خطا، جاز انا ما كنتش عارفاه بس ده خطا، مش هقدر اقول انه ما كانش خطا، اقبل توبتي يا رب، بعترف بغلطي، واسمح يا رب كمان تدخل في حياتي وتملى قلبي بحبك وحنانك ودفاك، عشان اقدر اكون شخص ممتلئ بخيرك، واقدر ادي كأم كل اللي بتمناه. وممكن نصلي؟ ممكن نصلي. طيب اتفضلي لو سمحتي. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اشكرك يا رب وبارك اسمك وعظمك على كل كلمه النهارده انت بتبعتها. جاي يا رب اتوب قدامك عن كل مره شفت فيها يا رب كده اخطاء كبرها ابليس قوي في عينيا وما كنتش شايفه غيرها. جاي النهارده يا رب بقول لك انت حنان. ايوه
انت حنان ورحيم وطويل الروح. ايوه يا رب انت سترت عليا ووقفت جنبي. جاي يا رب النهارده اقول لك استلم حياتي، ادخل في حياتي، تعالى يا رب كده واديني اني اكون النهارده باخد قرار جديد وموقف جديد، بان انا يا رب ابتدي علاقة حقيقية معاك، علاقة يا رب تكون فيها انت الاب القريب الحنين اللي لما اتعب اجري واترمي في حضنك واشكي لك واحكي لك واخرج فرحانة ومبسوطة. ايوه يا رب استلم البيت واستلم الزوج. انا يا رب واثقة كده انك انت تغير الحياة وتكون افضل. ايوه يا رب اشكرك اشكرك، ان كان في وقت طويل انا مشيت فيه بدماغي، بس يا رب انا وقعت واتزحلقت ودماغي ما جابتليش خير. عشان كده يا رب النهارده طالبه قيادتك، طالبك تيجي تسكن في القلب وتسكن في البيت، طالبك تيجي تستلم الحياة. أنا يا رب استلم كل صغيرة وكبيرة في حياتي، واديني يا رب فعلا ان يكون لي علاقة حقيقية قوية معك. بشفاعة العذراء مريم جميع مصاف قديسيك اسمع واستجب. معانا تليفون. طيب اتفضلوا، كنترول فيه بيقول فيه تليفون، اتفضلوا. دكتورة كلير، دكتورة، دكتورة أيوة كلير، كلير كلير مساء النور يا دكتورة، اتفضلي يا دكتورة. مساء الخير، ازي حضرتك استاذ الفريد؟ احنا هنتمتع بالحديث ده، والحقيقه عايزه برضه اوضح حاجه، ان معلش الصوت شويه في حاجه، انا هقفل التليفون برضه. سامعين حضرتك، اتفضلي كملي. الزواج عشان يبقى بيت مطلق. ايوه حضرتك سامعني؟ سامعين، اتفضلي من كملي. بدايه الزواج احنا طبعا الشركه، ايوه الشركه، الشركه طبعا وصايا الزوج، يعني احنا نشكر ربنا دلوقتي في كورسات مشهوره قبل الزواج وكده، وطبعا معروف وصايا الزوج بتبدأ الأول كن حنونا عليها مسرعا إلى ما يسر قلبها، ووصية الزوجة وبالتالي كوني خاضعة له كما كانت اليصابات مع طيب. دلوقتي الزوج لازم هو اللي يبدأ، يعني اللي يكون حنون. فطبعا في مرحلة الخطبة ممكن كان في مرحلة خطبة وممكن كان ما فيش مرحلة طويلة، بس هل حصل شركة بينهم؟ ما هو أهم حاجة التوافق والتكامل بين الشخصيتين، مش لازم شبه بعض طبعا، كل واحد له أسلوب تربية معين وكده، وكل واحد له خلفيات معينة في بيته. ففي أسر متربية مثلا بطريقة بتختلف مع الزوج، فإزاي نتكامل مع بعض ويبقى في تنازلات من كل طرف؟ دي المفروض بتحصل في فترة الخطبة. الزوجة ده ما بتقدريش، يعني ما ينفعش الزوجه تشحت حب مثلا، او الزوج برضه يشحت من مراته حب، لا طبعا احنا بنشبع بربنا يسوع المسيح من خلال ايماننا وصلاتنا وكده في البيت مع بعض، لكن فلنفرض ما تشحتش الفرصه ان احنا نقف نصلي سوا او نقرا كتاب مقدس سوا، لكن على الاقل لازم المشاعر تظهر بيني وبينه، وغالبا دي بتبقى المفروض موجوده قبل الزواج. لكن بعد الزواج ما اقدرش ادي اعذار كتير، لان مثلا هو مشغول، طب ممكن الزوجه تبقى هي كمان عندها شغل. بالعكس هو اغلب دلوقتي المراه بتشتغل زي الراجل، هما الاثنين بيشتغلوا. فاحنا يعني انا بطلب من حضرتك يعني ان المفروض برضه تبقى في اشاره ان لازم نبقى شركاء مع بعض، يعني مثلا ويك اند خروجه مع عندنا أولوية لبعضنا، يعني الاتحاد مع بعض دي من الروح القدس مش كلمة وبس، بالعكس ده هي دي اللي هتثمر في حياتنا، واللي هتخلينا أصلا الروح القدس يعمل فينا بمحبة
والمحبة دي هي اللي بتيجي من الله نفسه. احنا ما نقدرش كبشر يبقى محبتنا كاملة غير طبعا لما يبقى بنشاور طبعا ولينا عمل مقدس مع بعض، حتى نروح القداس مع بعض في التبرج اللي يكفي، لازم نرفع في الحال. أكيد أمين. أنا بسأل حضرتك برضه إزاي إن حضرتك برضه تدينا فكرة إزاي إن إحنا نحصل شركة، لأن في زواجات بتحصل. أنا سمعتها من مثلا الأب داوود لمعي قبل كده عن زواجات ما بيحصلش فيها شركة أصلا، يعني هما كل واحد كان عايش حياته السابقة. يعني مثلا في أسر بتربي الولاد، لا ده الابن الكبير ده هيبقى بقى هو اللي يعمل لنا المشاوير وبتاع، ويتجوز كبير شويه في السن فيبقى مصمم على نفس المنهج ويشتغل ويروح يسدد احتياجات اسرته الاول ويسيب الاسره بتاعته بحيث ان كل المواضيع تتربى. السؤال واضح تمام يا دكتوره، السؤال واضح نشكر حضرتك جدا على المداخله والكلام القيم اللي حضرتك قلتيه يا دكتورة. بتتكلم في موضوع أهمية المشاركة، وبتقول إزاي يبقى في مشاركة ما بين الزوج والزوجة، يعني خصوصا إن هما جايين من بيئات مختلفة، يعني كل واحد في حتى كل واحد عنده خلفيات مختلفة. هو الكتاب المقدس بيتكلم لنقطتين بسرعة، هو طبعا ده بره موضوعنا بس هجاوب في نقطتين. يترك الرجل أباه وأمه، في نقطة الزوجة تنسى بيتها وشعب أبيه. أحيانا الشركة دي مش بتحصل لأن كل واحد بيبقى جاي وعايش في منظومة بابا وماما، عايش في الماضي لسه، أو عايز زي يكون يستنسخ أو يعيد ما حدث في بيته مرة تاني. طبعا هو غير بابا وزوجته غير مامته، والزوجة بتبقى جاية برصيد أبائي وأسري معين في خلفيتها، وشايفة من غير ما بتقصد انها عايزة تكرره او تستنسخه مرة تاني في البيت، فده ما بيعملش شركة. عشان كده الكتاب كان واضح، وليترك، وكلمة يترك يعني ينفصل، مش يهمل اهله، يترك بلا رجعة الاسلوب والطريقة والمبدئيات والاساليب وهي تنسى الخلفيات وماما كانت بتعمل ايه وبتتصرف ازاي، وما نستعدش الكلام ده مرة تانية. في صعوبة ان الكلام ده يحصل في الواقع العملي، بس الله عشان بيدي المواصفات وبيدي النصائح دي بيدي معونة بالروح القدس ان احنا نقدر. دي انسانة مختلفة، دي مش كوبي من بابا، ده انسان مختلف مش هقارنه بابويا، وبالطريقة دي لما نفصل نقدر نعمل شركة ما بين الطرفين، والشركة تكون مبنية على اساس المسيح. بس لو تحبوا نتكلم في الموضوع ده باستفاضه ممكن مره اخرى. ايوه طبعا عشان نحب الوقت، بس ملحوظه مهمه طبعا. اكيد. نرجع للزوجه بقى. احنا قلنا هي بتسلم حياتها لله، والله بيدخل جوه قلبها. خش في الواقع العملي، اشجعك تقطع علاقتك بهذا الشخص بطريقه واضحه، مش ما ترديش عليه. اصل يعني قالت انا ما ردتش عليه وخايفه حتى تقابله. اصل ما ردتيش عليه الموضوع ايه؟ لسه عايز. فارجوكي حسب ظروف وواقع حياتك لازم تقطعي معاه، وما شجعكيش انك انت على الواتساب يكون هذا الكلام. ارجوك، انت انسان مرتبط، انا انسانه مرتبطه، انا بحب جوزي وولادي، احنا كنا بنتصرف كاصدقاء، يبدو ان احنا تعدينا الخطوط ومن هنا ورايح احنا زملاء فقط. لازم تكوني قاطعه فيما تفعلينه تماما، ما تسيبيش الموضوع لايه، يعني واحده تقول ايه انا مش هرد عليه فهو هيفهم ان الموضوع خلاص، لا ما تسيبيش الموضوع للاحتمالات، يعني ما تسيبيش الموضوع ان هو هيفهم ايه، زي ما الموضوع هو قال لك كلمه واضحه لازم يقول لك رد واضح قطع واضح للعلاقه. وارجوكي مش برسائل في الواتساب، يعني مواجهه، انت انسانه مثقفه بتشتغلي، مش هتهابي الموقف، هتكلميه بوضوح، يا فلان احنا كنا بنتكلم كاصدقاء وزملاء وكاخوات، لكن الرساله اللي انت بعتها بتقول ان احنا تعدينا الحدود. ارجوك الموضوع ده اعتبره انه انتهى، وبيني وبينك مفيش غير صباح الخير وصباح النور. احدد مستوى العلاقه، مش هسيب الموضوع مايع وضايع زي قبل كده. صباح الخير وصباح النور، اكتر من كده مفيش.
وارجوكي التزمي ان الكلام ده لحتى لمده اسبوع اسبوعين ثلاثه، لو شهر عدى والموضوع مقفول عاده الدنيا بتتظبط. بس في ستات تقول ايه، انا مش هرد عليه فهو يفهم من بين الكلام، او هقول له مش عارف ايه فهو يستنتج. ارجوكي لو عايزه تقطعي هذا الموضوع تقطعيه ازاي؟ برد قاطع واضح حاد مباشر، وبلاش الموبايلات علشان الرسائل دي ممكن يفهم منها كلام مش كويس. وارجوك امسح الرسائل دي نهائيا من موبايلك عشان ما يحصلش اي خطأ يعني لا قدر الله بدون قصد ويعمل ايه مشكلة لهذه الاسرة ولهذه البيت. تاني حاجة، لو انت في الشركة مثلا في نفس المكتب، انا معرفش انتوا فين، ممكن تتنقلي تروحي مكان تاني اذا قدرتي، عشان طبعا مواجهة وجها لوجه جايز تبقى صعبة على ايه، على عملية الفصل العاطفي اللي لازم تكون موجودة. طب هو ممكن يقولك طب ما حصلش حاجة، طب نرجع اصدقاء تاني، اكيد طب يبقى انا في متأسف، مقاومة، هيبقى في مقاومة منه طب اكيد. انا متأسف. برضو خلي بالك ان ما يكونش ماسك عليكي حاجة، يعني برضه انا بقول من خلال خدمات وحاجات شفتها قبل كده، يعني انه يبقى ماسك عليكي حاجة مثلا ويبتدي يساومك عليه، ايوه فلازم برضو احنا نكون واعيين ودريانين يعني احنا ايه اللي بتعمله. دي اول نقطة. تاني نقطة زي ما بقول النقل، يعني لو انتوا في نفس الأوضة مع حامي ومكتب مثلا، اوض 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 دول في نفس الأوضة، معرفش فين، ممكن نتنقل تروح مكان تاني، تطلب نقلها لمكان تاني بأي طريقة. هتعب هتبهدل شوية بس لازم اعرف ان لازم ادفع جزء من تمن الموقف اللي انا عملته، مش كده ولا ايه؟ تمام. ممكن هو يتنقل انا اتنقل ولو حتى مؤقتا، لانه برضو التواجد اليومي بيبقى في وجود خلفية من التعلق او العاطفة بيبقى صعب. هل ممكن تاخد اجازة شهر مثلا لغاية لو ما فيش امكانية للنقل؟ تقدر انها تبعد والبعد يبقى حكيم، لان البعد ده بيبقى له، ولازم قبل ما تبعد تقطع عرق وتسيح دمه زي ما احنا بنقول، ما تسيبيش عنده ربع امل. ماشي، ارجوكي تكوني قطع في الموضوع ده، لان في سيدات بيبقوا رهيفين وطيبين، مش عايزه اجرحه، مش ما عايزه عملليش حاجة اوجعه، وحشة. الراجل ما غلطش في حقي، الراجل ساعدني كتير، صعبان عليا. ارجوكي بلاش صعبان عليا، لصالح بيته ولصالح وبيتك. اسرته ولصالح مراته اللي ملهاش ذنب في اللي بيحصل، واللي لو عرفت كده جايز تكون بتمر بأسوأ أيام حياتها، ولصالح هذه الأسرة اقطعي قطع حاد وقاطع. الكلام واضح؟ ايوه طبعا عشان واضح. أنا يعني من خلال الخدمة في قطع بيبقى إيه، خرع، وطب بس كذا، طب خلاص بقى يعني الموضوع تعدى، طب إيه تعدى، هنرجع لما قبله؟ لا، إحنا خلاص إحنا بعد كده صباح الخير وصباح النور لن نتعداه. ماشي، برضو بركز، هل قلت له اسرار عن بيتك قد يستغلها ضدك؟ هل انسان سيء ممكن يكون يضمر الشر؟ هل لا قدر الله خرجتم مثلا مع بعض ولا صور اي صور؟ انا ما اعرفش حيثيات الموضوع اتقالت ايه، بس واضح انها ما غرقتش يعني في الدنيا دي. فارجوك القطع يكون حاد وقاطع، ولا يعطيه ربع امل في ان ممكن في المستقبل لاي سبب من الاسباب ان احنا نرجع هذه العلاقة اللي انت كنت مسميها اي اسم بغض النظر عن هذا الاسم. فدي نقطة برضو ايه، عايز ان احنا نعمل استرس بالنسبة نقطة مهمة طبعا. نقطة تانية، انه الرب يسوع بيديني انا جوه قلبي حنية ودفى وتعويض الهي من عنده، زي ما كنت بتكلم من شوية اقولك، فلما رآها تحنن عليه، لما رأى الجموع تحنن عليهم أعطاهم إشباع الجموع. في قدرة لله إنه يشبع القلب. افتكري حضرتك مثلا قبل الزواج، مش ربنا كان مشبع قلبك؟ هل كنت ناقصك حاجة؟ أنت بتقولي عمرك ما كان ليكي علاقة مع حد قبل الزواج، وأكيد تعرضتي لبعض المجاملات في الشغل وفي الدراسة، يعني ما فيش بنت ما تعرضتش بشكل من الأشكال لنوع من الملاطفة حتى لو كانت بشكل بريء. هل كعبلتي وقعتي؟ بتقولك عمري ما وقعت في علاقة حتى قبل جوازي. طب إذا الله الذي استطاع أن أشبعني قبل الزواج يستطيع أن يشبعني بعد الزواج، مش كده ولا إيه؟ وخاصة أن في نقط كثيرة الزوج متوليها وبيقدم إشباع ليه.
ففكرة مقهورة، فكرة خداع ووهم وتضليل أزال. مش بنكر الاحتياج، لكن بعترض على تضخيمه وتكبيره. شكرا. احنا بنشكر حضرتك جدا يا باشمهندس، يعني رغم ان المشكلة كانت صعبة، لكن التناول كان عميق ومتزن، والرؤية كانت واسعة من جميع الجهات. نشكرك على كل رسائل انت حضرتك بعتها النهاردة، ووصلت للزوجة المتضايقة دي، ولكل زوج بيسمع برضو. كان في رسائل كتيرة. بنشكر حضرتك جدا، وعلى وعد بلقاء تاني في مشكلة أصعب. شكرا حضرتك يا باشمهندس، والحقيقة أنا فرحانة جدا ومقدرة كل الحلول اللي حضرتك قلها، كانت حلول عملية وحلول روحية، وبرفع قلبي كده انه فعلا ناخد قرار النهارده بان احنا نملك رب المجد على حياتنا، وهيظبط الاداء ويظبط الدنيا. شكرا آمين. لحضرتك. امين يا سامر، ربي يمد ايده مع الاسره ومع هذه الزوجه، بنصلي لها من قلبنا، ربي يعينها ويديها سكينه سخنه حاميه آمين. تقطع بيها الموضوع، تفتح قلبها للرب ويدخل بيتها، وتتعلم حتة الشكر على النقط السلبية، ودي هيعمل تغيير كبير بالنسبة لحياتك. أمين أمين. طب أنت حضرتك ممكن تصلي معنا دقيقة واحدة؟ طيب حاضر. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا رب بحط هذه الزوجة بين إيديك، أنت تترفق بنا وبضعفتنا، أعنها يا ربي، قويها يا ربي، اديها الحكمة والنعمة اللازمة، افتح قلبها على نعمتك وحنية قلبك، وساعدها انها تقطع الموضوع ده بشكل واضح وقاطع ونهائي في اسم المسيح يسوع، مع صلوات العذراء مريم، كل قديسيك، لكل مجد وكرامة الآن والأبد. آمين. آمين. شكرا يا باشمهندس على وعد بلقاء مرة تانية. أكيد يا يوسف. أعزائي المشاهدين، المرة الجاية هيكون معانا المهندس جورج ألبير، واللي هيكلمنا في موضوع جديد. ربنا معك.